السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج المفتش. في حلقة النهاردة هيكون معانا تفاصيل جديدة عن قضية فتاة المول اللي تم قتلها داخل عيادة طبيب في محافظة البحيرة. لو حضرتك مهتم تتابع التفاصيل أستأذنك ادعمنا واضغط لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. في البداية كده هحكي الموضوع سريعا للناس اللي لسه ما تعرفش حاجة عن الموضوع. الموضوع ابتدى ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة وتحديدا في مركز كفر الدوار. البلاغ كان من الأهالي بيقولوا فيه انهم لقوا فتاة، الفتاة دي مقتولة داخل عيادة طبيب في مول شهير جدا بمحافظة البحيرة، والمول ده اسمه مول سفير. طبعا على طول الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان البلاغ ودخلوا على العيادة ولقوا فعلا جثة نجلاء نعمة الله، نجلاء اللي عندها 23 سنة واللي صورتها ظاهرة قصاد حضراتكم، لقوها مقتولة ومرمية على الأرض في العيادة. طبعا وكان باين جدا من البهدلة اللي موجودة في العيادة ومن تكسير الكاميرات اللي كانت برضو موجودة في العيادة ان الشخص او الاشخاص اللي عملوا كده اشخاص جايين وعارفين هم هيعملوا ايه بالظبط. في الوقت ده طلبوا الاسعاف علشان تنقل جثة نجلاء للمشرحة، والاجهزة الامنية بدأت تكثف تحرياتها وتعاين مكان الواقعة لحد ما اتضح ان اللي عمل كده او اخر حد كان قاعد مع نجلاء في العيادة هو صديقتها نورهان اللي صورتها ظاهرة قصاد حضراتكم. طبعا نورهان صديقة نجلاء جدا واصدقاء مقربين وفي بينهم عشرة وعيش وملح يعني فوق ما تتخيل. طبعا بعد ما رجال الامن اتأكدوا ان اخر حد كان موجود مع نجلاء في العيادة هو زميلتها نورهان، تم القاء القبض عليها وبدأوا يحققوا معها. طبعا اثناء التحقيقات اتضح او كان باين جدا ان نجلاء او نورهان يعني في حالة قلق وتوتر، وده اللي اكد الشكوك اللي كانت موجودة عند رجال الامن ان نورهان كان ليها سبب اساسي في اللي حصل لزميلتها نجلاء. طبعا ولكن مع الضغط على نورهان بدأت تعترف وتقول ايوة انا اللي عملت كده وانا اللي قتلتها بس غصب عني. فالاجهزة الامنية بدأوا يهدوها ويقولوا لها اهدي كده واحكينا بالظبط ايه اللي حصل علشان نعرف التفاصيل. فنورهان بدأت تقول ان نجلاء زميلتي بتدرس في كلية تجارة جامعة دمنهور. نجلاء كانت فتاة جميلة، فتاة بتحب الخير وكانت بتعمل خير كتير جدا وبتحب الخير لكل الناس. لحد هنا والموضوع تمام، ولكن طبعا كانت بتدرس في كلية تجارة جامعة دمنهور ودي كانت اخر سنة ليها وكانت داخلة على الامتحانات، فقالت لي تعالى عودي مكاني في العيادة واشتغلي مكاني لحد ما خلص الامتحانات لان انا لو سبت الشغلانة دي هتروح عليا. وفعلا نورهان راحت واشتغلت مكان نجلاء لحد ما خلصت الامتحانات، وفي اخر يوم في الامتحانات نجلاء كلمت نورهان وقالت لها انا خلاص خلصت الامتحانات وهرجع الشغل تاني بكرة. في اللحظة دي نورهان بتقول ان انا اتضايقت جدا لان انا تعودت على الشغل والشغلانة بصراحة مريحة جدا وفلوسها كويسة، وخصوصا ان الطبيب المعاملة بتاعته مع الاشخاص اللي بيشتغلوا معاه معاملة كويسة وبيعاملنا باحترام. فانا فكرت في حاجة ان انا اخلي نجلاء تسيب الشغلانة وانا امسك مكانها للابد. ولكن طبعا الحاجة الوحيدة اللي جت في دماغ نورهان هو انها تأجر 2 بلطجية يسرقوا الايراد الخاص بالعيادة من نجلاء، فبالتالي الدكتور يمشيها من العيادة بسبب مثلا عدم امانتها او بسبب انها ما حرصتش على الحاجة اللي كانت موجودة معها. وفعلا اتفقت مع احمد اللي عنده 27 سنة وصديقه محمد اللي عنده 30 سنة. احمد قريب نورهان بعد ما اتفقت معاه قالت له ان انت هتيجي وهتسرق فلوس العيادة من زميلتي نجلاء علشان نمشيها من الشغل وانا امسك مكانها بشكل دائم. طبعا وفي اليوم اللي حصل فيه الوقعة نجلاء او نورهان طلعت لزميلتها نجلاء وقعدت معاها في العيادة وقعدت تجيب لها موضوع من الشرق على موضوع من الغرب. من الاخر كده كانت عاوزة تلهيها لحد ما الاتنين يطلعوا يسرقوا الفلوس ويمشوا. ولكن في الوقت اللي كانت خلاص العيادة فاضية وما فيهاش اي حد وخلاص يعني نورهان اتأكدت ان الدنيا امان، بعتت رسالة لأحمد قريبها والبلطجي اللي كان معاه وقالت له اطلعوا في الوقت ده الدنيا هادية وخلاص ابدأوا المهمة بتاعتكم. وفعلا الاتنين طلعوا ودخلوا بحجة انهم مرضى ودفعوا الكشف وبدأوا يقعدوا او ينتظروا الطبيب لحد ما يجي، وفي الوقت ده بدأوا يتسحبوا لحد ما راحوا للمكتب اللي كان فيه الفلوس ولسه هياخدوا الفلوس علشان يهربوا اللي حست بيهم نجلاء.
طبعا وياريتها ما حست بيهم، ولكن طبعا اول ما حست بيهم وشافتهم ان هم بيسرقوا الفلوس بتاعتها او الفلوس الخاصه بالعياده بدات تصرخ علشان تلم الناس. وفي اللحظه دي الاثنين هجموا عليها علشان طبعا هتفضحهم والناس هتيجي تقبض عليهم. هجموا على نجلاء وبداوا ان هم يخلعوها الاشرب اللي كانت لابساه وخنقوها بيه. طبعا دي تفاصيل او اعترافات نورهان في التحقيقات. واغرب حاجه قالتها ان زميلتها نجلاء كانت بتبص لها وبتقول لها ارحميني وحشيهم عني. يعني شيء مؤلم وشيء صعب جدا وخسه ونداله من نورهان لزميلتها نجلاء اللي كانت يعني دايما بتحبها ودايما كانوا مع بعض وبياكلوا عيش وملح. وفي النهايه ربنا يرحم نجلاء ويرحم جميع امواتنا وينتقم من نورهان واحمد ومحمد اللي عملوا كده، وان شاء الله حق نجلاء هيرجع في اقرب وقت والقصاص العادل ربنا هيحققه في الارض علشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. دي تفاصيل الواقعة اللي قلبت السوشيال ميديا واللي شغلت الرأي العام وتحديدا في محافظة البحيرة. لو حضرتك وصلت معايا لحد اللحظة دي استأذنك ادعمنا واضغط لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد اول باول. شكرا لكم، سلام.